دونك انت ما عندكش مشكل شخصي مع رئيس الوداد، مع جمهور الوداد، كتقول بان الوينرز على راسك وعينيك. كاينه فئه ولا كما شرحتي لي، كاينه فئه اللي ما كيعجبهاش ان المغول يتكلم على طريقه السير، وهذا خطا. دونك انت كياكلوا خبيزات من عند الناس، كيقول لهم خرجوا للمغول، خرجوا لهذه. واحد الناس موهمه بان راه كدافع على الوداد، كتاكل داك الشيء كثير وكتعطي لهاد شويه بصحتهم. انا خليهم شتيني هادو بحال اش عندي السي سمير، بحال داك الناس اللي كيخرجوا في الانتخابات وكيبقاو يمشيو يخدموا مع المرشح وكيعطيهم واحد البركه ديال الفلوس وداك الشيء، وكيمشيو ياكلوا ديك البركه ديال الفلوس وكيسحب لهم راهم كيديروا عندهم شي خدمه معينه. سي محمد، غير باش نوضحوا باش حيت الناس عاد تقدر تاخذ الهضره وغتاخذها بتاويلات وداروا لنا وهذه وكذا. باش نوضحوا، الفئه اللي كتقصد، الفئه اللي كيقصد السي محمد المغولي، ما عندها علاقه لا بالوينرز لا بالوداد. هادشي اللي فهمت انا، ما هضرتش. لا، ما عندهاش علاقه كاع، وليسوا بوداديين في الانتماء في القلب. دابا غير باش نشرحوا للناس. لا شوف سي سامر، الوينرز كيعرفوا المغولي كيحترمهم، واخا كيغلطوا وغلطوا مؤخرا في حقي الله يسامح عليهم، ولكن انا احترم الوينرز احتراما بليغا، واحترم الوداديين اللي حقين وكيبغوا الوداد. اما ديك العصابه الفيسبوكيه المرتزقه الذين يصمصرون باسم الوداد، لن احترمهم. واضح؟ ميساج واضح سي محمد. يعني بخلاصه، شخصت الموضوع، كتحترم الوينرز، كتحترم الوداديين الحقيقيين. هادشي اللي فهمت من الكلام ديالك. عندك ماشي مشكل، هما عندهم مشكل، سي سامير. محمد المغولي، وافتخر بالوداد كمرجعيه، افتخر بالوداد كمرجعيه، كقلعه نظاميه، كارث وطني. اما هادوك فوالا، احنا مغاربه كلنا كنفتخروا بالوداد، كنفتخروا بنادي الرجاء الرياضي، كنفتخروا بالجيش. هادو اقطاب ديال كره القدم المغربيه، وي بغينا ولا كرهنا. الوداد الفار هادو الا ما كانوش هاد الفراقي في المستوى، راه كره القدم المغربيه كتكون طايحه.